جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة جاءت من بلدها تريد العمرة، فلما وصلت إلى الميقات نوت العمرة لها ولأخيها، فهل عمرتها صحيحة مع العلم أنها عمرة الإسلام؟ لا تكون العمرة إلا لها، ما لأخيها شيء. العمرة ما تكون إلا لواحد، فإذا كانت لم تعتمر عمرة الإسلام تكون لها وتكفي عن عمرة الإسلام. نعم.